رابطة الدول المستقلة تكتل الإقليمي تنضم تحته 11 دولة من دول الاتحاد السوفيتي المنهار، وقد حققت المنظمة تقدما في السنوات الأخيرة وتخطيا لبعض العقبات التي رافقت ظهورها، حيث حصل تعاون في المجالات الاقتصادية، فهي تضم أهم الدول المصدرة للنفط والغاز إلى أوروبا إضافة إلى دول الترانزيت. رغم ذلك تطفو على السطح بين الفينة والأخرى بعض الخلافات بين الدول الأعضاء كالأزمة الروسية البيلاروسية أوائل العام الماضي حول أسعار الغاز ورسوم العبور بين الدولتين، خلافات اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا الغرب بالضلوع فيها سعيا منه لتوتير علاقة مينسك مع جارتها الكبرى موسكو. الدول الغربية تحاول أن تعلمنا وهي تكثر من لومنا، لا أعلم لماذا، فاليوم وفي ظل الظروف التي أصبحت فيها الطاقة مسألة حياة أو موت، تحاول أوروبا تدمير الجسر الذي يوصلها بمصادر طاقتها. لكن هذه التصريحات ينظر إليها على أنها بعيدة بعض الشيء عن الدقة، خاصة وأن موسكو تنفق مئات الملايين من الدولارات في تشييد خطوط أنابيب غاز لا تمر بالأراضي البيلاروسية، وقد لا تكون هناك حاجة في المستقبل للجسر الذي يتكلم عنه لوكاشينكا. أوروبا تتهم لوكاشينكا بأنه يحكم بلاده باستبداد، وهي في الوقت نفسه تحاول استغلال أي تأزم لعلاقته مع روسيا لصالحها. ففي العام الماضي على سبيل المثال وفرت أوروبا مليارات الدولارات جراء الأزمة البيلاروسية الروسية. لكن رغم كل المشاكل التي تمر بها رابطة الدول المستقلة، يجمع الخبراء على أهمية بقائها على الأقل كمنتدى للحوار بين زعماء تلك الدول، علّه في يوم من الأيام يتحول إلى تكتل إقليمي متماسك ومؤثر بحجم تطلعات شعوب الدول المكونة له. رياض مصطفى، روسيا.